الأمراض الهضمية والتنفسية من أكثر الأمراض شيوعاً عند الأطفال، واللي ممكن في بعض الحالات يصير عنا اختلاط بالأعراض وطريقة التعامل مع المرض. صحيح رؤى، وممكن تكون أخطر من ما نتوقع، مثل بعض الأمراض الوراثية كمرض التليف الكيسي عند الأطفال، اللي رح نعرف أعراضه وطرق التعامل معه طبياً مع الدكتور ظافر سلامة. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا، صباح نورنا اليوم. تسلم. أهلا وسهلا فيك معنا دكتور. دكتور، بداية خلينا نعرف المشاهدين شو هو مرض التليف الكيسي عند الأطفال. هو الداء الكيسي الليفي بسموه سيستيك فيبروزز، هو مرض وراثي بيصيب الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي عند الأطفال. طبعا هو مرض منه كتير شائع، مشان عنا ما تاخذ فكرة كتير انه هالمرض رح نشوفه كتير، بس موجود نحن بلادنا مثل اي بلاد بالعالم. من اعراضه انتانات تنفسية متكررة مع اضطرابات هضمية بنلاقيها عند الاطفال، وشي مهم نشوفه عند الاطفال هو فشل النمو اللي بنشوفه عند الاطفال. فهذا هو مرض الداء الكيسي الليفي، هو مرض وراثي مقهور منه قاهر. شو يعني مقهور؟ يعني نحن لحتى تجتمع من طرف الاب من طرف الاب الموارثة لحتى نشوف المرض موجود عند الاطفال، وهولي حتى اذا الام حامل والاب حامل فربع الاطفال ممكن يجوا، يعني 25% نسبه انتشاره. فهذا هو الداء الكيسي الليفي، هلا بلادنا موجود مثل اي بلاد بالعالم. طب دكتور، بالنسبه للاسباب والعوامل اللي ممكن تؤدي لمرض التليف الكيسي عند الاطفال؟ انا مثل ما قلت لك هو مرض وراثي، يعني فنحن اجتماع اب وام حاملين للموارثه تبع الداء الكيسي الليفي بيؤدي انه يطلع عند الاطفال. يعني دكتور، هالمرض ما له موجود خارج اطار زواج الاقارب؟ لا، اكيد موجود خارج زواج الاقارب. يعني اذا كان اجتمع اب وام، واحده من سوريا لنقول وواحد من اوروبا او من وين ما كان يكون، وهن حاملين الموارثه، طبعا بيجي عند الاطفال. فهي ما لها علاقه، يعني زواج اقارب اكيد بيزاد الاحتماليه اذا عندك بالعيله هيك قصه. اما اذا حتى لو ما عندك هيك قصه واجتمعوا شخصين حاملين موارثات اكيد ممكن يطلع عند الاطفال. تمام. دكتور، نحن بنعرف بالشائع اكثر موضوع تليف الرئه عند الاطفال، شو الفرق بينه وبين التليف الكيسي؟ هلا هو تليف الرئة هو يعني مرض لنقول هو اختلاط ثانوي لإصابات رئوية قديمة مزمنة عند الأطفال، مثلا إذا صار في عندك ذات رئة ولادية مثلا بكل بساطة ممكن تعمل لك تليف رئوي. أمراض في اضطرابات بالأنزيمات اللي بتكون بالرئة ممكن تعمل لك تليف رئوي عند الأطفال. طبعا احنا بالنسبة معلش تليف رئوي عند الأطفال هو مرض قليل كثير، نادر نشوفه عند الأطفال، نشوفه عند الكبار أكثر. أما الداء الكيسي الليفي فهو مرض بتعلق بأنزيمات موجودة ضمن الجسم، بتكون هاي الأنزيمات ناقصة بتخلي السوائل اللي بيفرزها الجسم هي لزجة مخاطية أكثر، صعبة الطرح من الجسم فبتعمل هالمشكلة. ففي فرق كتير كبير بيناتهم. هلا بالنهاية هل ممكن الداء الكيسي الليفي يؤدي لتليف رئوي؟ طبعا بالنهاية ممكن يؤدي لهالشيء، لأنه هو التليف الرئوي منه مرض. يعني نفهم شغله، ان العالم بيقول لك معه تليف رئوي، طيب شو تليف رئوي؟ هو تليف رئوي ثانوي لشيء صار بالرئتين، خرب الرئتين، تليفوا. شو يعني كلمه تليفوا؟ يعني هالنسيج الرئوي اللي كان نسيج مرن حرك ببدل الاكسجين بسهوله بدي يخرب شوي شوي، عمل هالمشكله هاي. طب دكتور، فينا نحن نكشف عن مرض التليف الكيسي خلال فتره الحمل؟ طبعا اذا نحن شكينا، طبعا في اجراء بيصير، وهلا بدول العالم بيصير كثير هالموضوع، انه نعمل يا اما بذل سائل امنيوسي، يعني ببذلوا اثناء الحمل من الرحم بسحبوا مي تبع السائل، والافضل انه ياخذوا خزعات من الذغابات تبع المشيمه، يعني المشيمه هي اللي بتروي الجنين، وبيحللوها بتشخص الحاله طبعا وراثيا. احنا حتى فينا شخص هلا يعني في كثير شغلات بتصير، انه نحن ممكن نعمل اذا عندنا قصه عائليه لداء كيسي ليفي، حتى فينا نعمل طفل انبوب، نفصل الطفل عرفت البويضه والهول هو ممكن سبب عقم. عم نحكي نحن اذا ما بدنا يجينا قبل، اذا انا مثلا عندي قصه عائليه داء كيسي ليفي او جاني طفل داء كيسي ليفي او الام والاب حامل، ففينا نحن نعزل النطف تبع الذكر والبيوت ونشوف اذا كان عنده نطفه حامله او بيضه حامله، فنحن فينا نعمل طفل انبوب خارج الرحم ونطلع طفل انه ما عنده داء كيسي ليفي ونحطه نزرعه ببطن الام. تمام. وهي طبعا بتصير، حتى صارت حوالينا بتصير، منطقة حوالينا صارت تصير. تمام. يعني دكتور، هي بحالة الاكتشاف الحالات الوراثية قبل موضوع الزواج. طبعا احنا عندنا قصة عائلية للزواج. احنا بالمناسبة انه حتى هلا برا شو بيعملوا هن؟ وقت اللي انت بصير عندك شك انه في داء كيسي ليفي، بيجوا بيعملوا طفرة موارثية للاب والام. اذا الام حامل والاب حامل بنشتغل على الجنين، مانا مضطرين كل ما حملت ام نعمل هيك اجراء. اول شيء هو مهدد للجنين بشده على فكره، يعني احتمال الاسقاط وارد جدا بعد هيك اجراء. الشيء الثاني مكلف جدا،
فنحن ايمت بنشتغل هيك شغلات بس نلاقي انه والله الام حامل للمورثه والاب حامل للمورثه ايه اكيد بنعمل هالشيء. تمام، هي عن اهميه فحوص ما قبل الزواج كمان بهذا الموضوع، غير انه موضوع موجود اساسا هذا المرض بالعائله بتفيد ممكن. هلا نحن ما بنعمل فحوص قبل الوراثه مشان داء الكيس الليفي، ما بيصير ما مرتبطه فيها. يعني نحن نعمل شو نعرف شغله انه هو الداء الكيس الليفي بتشخص عن طريق الطفرات المورثية. فنحن يعني بيعملوا شيء اسمه الدراسة المورثية، وهذه طبعا دراسة مكلفة جدا، فما بيعملوها ما قبل الزواج إلا إذا كان عندك شك. إحنا كثير نحن في عنا طفرات مورثية بنطلبها لمريض، بيجيكي مريض إنه أنت شاكة بحمل بحر متوسط، فبطلب له طفرة مورثية، فمو معقول يعمل لكل الناس طفرة مورثية بهالتكاليف العالية جدا مشان شخص حمل متوسط. إذا عنا شك عائلي بالموضوع فينا نعمل إجراء، أما مو كل إنسان راح يتزوج من واحدة بيكلفه أرقام هائلة جدا مشان شخص بعض الأمراض الوراثية. بالنسبة دكتور للأعراض الجهاز التنفسي عند هذا مرض تليف الكيسي، في أعراض اليوم جهاز تنفسي بتأندر إنه نحن رح يكون مع هذا الطفل مرض التليف الكيسي؟ طبعا نحن في عنا أعراض بنشوفها بالسنة الأولى من حياته. نحن أغلب الناس بالداء الكيسي اللي في إذا ما كان عندنا شك عائلي أو نحن ما نبالنا الموضوع أغلبهم على 6 شهور للسنة بتشخصوا، تلاقي كان عندك ذات رئة متكررة، تلاقي عندهم انتانات تنفسية متكررة عند الطفل، تلاقي عندهم دائما مفرزات مخاطية، نموه يبدأ يفشل، وهذه شغلة كتير مهمة إن والله ابني عم ياكل ياكل وطبعا عم يكبر ابني، وعنده دائما ساعة عليه دائما عنده عمل مرتين ثلاثة التهاب أصابات أو ذات رئة أو أصابات أو ذات رئة حتى. هلا هذا بيوجهنا لموضوع الداء الكيسي اللي في كتير نحن عنا، إنه وخصوصا إذا ما عندك قصة عائلية للحساسية، لأنه أحيانا الحساسية بتشكي فيها إنه طيب نحن عنا قصة عائلية للحساسية والطفل عنا من جهة انتانات تنفسية، بلكي هي قصة تحسسية بس لاقي انه الطفل وزنه قليل منه عم يكسب وزن، عنده انتانات تنفسية مدني، في يحتاج مرتين ثلاثة ينام بالمستشفى، ما عم يقدر يطلع البلغم اللي عنده الطفل، عم نضطر نساعده كثير يطلع البلغم اللي عنده، هذا بيوجهنا للداء الكيسي اللي فيه. تمام، اذا بدنا نحكي عن الاعراض الهضميه دكتور للتليف الكيسي عند الاطفال شو هي؟ لا اكثر الامراض اللي نحن بنشوف الاعراض عفوا اللي بنشوفها عند الاطفال طبعا هي الاسهال الدهني. تلاقي عنده اسهال دهني عند الطفل، فهذا من علاماته كثير مهمه. حكينا نحن بموضوع عدم فشل النمو دائما، لانه هو مشكلته هضميه فشل النمو عند الاطفال. احيانا بصير في عندك التهاب بنكرياس متكرر، الم بطني شديد مع اخيات، بتعمل بتلاقي خمائر البنكرياس عاليه، بتعالجي بعد فتره برجع مره ثانيه بيجيك خمائر عاليه. ممكن يكون عندك عند الولاده في شيء اسمه العلوص باللغه العربيه، يعني العلوص انه اول ما بيولد ولد ما بيطلع العقي الماده السوداء اللي عنده، بصير في عنده تحت انسداد، نضطر احنا نحرضه لحتى يطلع هالماده. فهذا من علامات الداء الكيسي اللي فيه. هبوط المستقيم هي شغله كثير مهمه بنشوفها، انه الطفل بيطلع خروج اثناء البراز فبيطلع المستقيم لبرا وبرجع بفوته مره او مره واثنين وثلاثه. طبعا نحن مع العلامات الثانيه مو دائما، يعني هلا هبوط المستقيم في كثير شغلات بتعمله، حتى العلوص في كثير شغلات، او الانسداد تحت الانسداد المعوي الولادي في كثير شغلات بتشخصه. فنحن بس نشوف هيك حاله بدنا نحط ببالنا يا ترى معقول هذا يكون داء كيسي ليفي، اذا دورنا علامات ثانيه ولقيناها ممكن نعمل تحليل ونشخصه. هذا اللي كنت بدي اسالك عليه دكتور، انه اليوم اعراض هذا المرض تتشابه مع اعراض امراض اخرى، مثل ما حكيت حضرتك امساك، ممكن اسهال، ممكن بلغم، اشياء روتينيه بتصيب اي طفل، كيف ممكن اليوم نحن نشخص هذا المرض؟ هلا عم اقول لك، اول شيء نحن بدنا نشوف العلامات الثانيه اللي موجوده عند الطفل. اول شيء بدنا نقيم وضعه السريري، نمو الطفل، بدك تشوفي القصة العائلية أكيد شغلة كتير مهمة بدك تاخديها، العلامات التنفسية، مدنة في للطفل، عم تتعبه للطفل، هذا كله بيوجهك إنه هالطفل عنده داء كيسي ليفي أو لا. يعني إحنا بس نلاقي الأعراض عم تكرر مع القصة العائلية لمرض تاني أو شيء تاني موجود بدنا نفكر فيه. هلا ليش نحن ما، سؤال مهم، إنه ليش ما بنعمل تحاليل دغري لأي طفل بفوت بهيك أعراض؟ بصراحة لأن أول شيء لأنه هو متعب للأهل ومتعب للطفل وماديا منهك للأهل، فنحن كتير بنكون حذرين بس نتخذ القرار إنه بدي أعمل تحاليل لهالطفل. يعني اول شيء بنراقب مدى، مشان هيك عم لك 6 شهور وما فوق مشخص، نادر لتحت 6 شهور يتشخص الا اذا جاك انسداد ولادي بالامعاء، نحن هو دغري بنفكر فيهم بصراحه، يعني فنادر اللي نفكر فيهم تحت 6 شهور. فنبدا فوق 6 شهور شو علاماته الطفل، شو فحصه السريري، شو مقوماته السريريه، شو قصته العائليه، هي شغله كثير مهمه نحن بالنسبه لنا. يعني دائما بنسال على القصه العائليه عندكم، يعني عندكم وفيات بالعائله، شو مر عليكم العائله امراض، هذا كله بيوجهنا لهالشيء. تمام دكتور، هلا آلية التعامل مع المرض او الآلية العلاجية، او هل يا ترى هذا المرض له علاج نهائي او فقط شيء آني؟ هلا نحكي شغلة، انه اول شيء طبعا نحن داء الكيسي اللي في بالقديم من السابق كانوا تقريبا اغلبهم وفيات،
هلا بهالعمر صار بهالزمن بزمننا نحن اذا بالعنايات الطبيه اللي عم تصير كثير صاروا عم يعيشوا لفتره طويله حتى 50 سنه حتى صاروا يحطوا عمرهم متوسط يعني ممكن لل 50 سنه وفي ناس بيعيشوا اكثر. هلا نحن التعامل مع المرض اول شيء بدك تتعاملي معه تتعاملي المشاكل التنفسيه عند الطفل سواء انا عن طريق معالجه انتانات تنفسيه متكرره حتى لو اضطريت تعطي صادات فتره طويله العالم بتفاجئوا والله انا بعطيه وقتها بهالفتره الطويله. طبعا نحن هون شغله كثير مهمه ليه لانه تخيلي الفكره انت انه عند هالطفل عنده مفرزات مخاطيه قاعده بالطرق التنفسيه السفليه اللي هي الرئتين فهون بؤره انتان هي سكر قاعد بالرئتين يعني هو ماده مخاطيه سكر بالنهايه ما لا اكثر ولا اقل فبدك تحاولي دائما توقي من الانتانات لانه اخطر شيء على حياتهم هي الانتانات. الشيء الثاني موضوع التغذيه اللي عند الاطفال الاهتمام بتغذيه الطفل لتحسين وضعه السيري بتعرفي لانه تغذيه الطفل المهمه بتحافظ على حياته. الشيء الثالث احنا بنعوض له العناصر اللي عم تضيع من جسمه مثل فيتامينات الذوابي بالجسم كمان هذا بيلعب دور بالحفاظ على حياه الاطفال. العنايات التمريضيه حتى هلا في ادويه صارت عم تستعمل طبعا لسه ما وصلت لعنا لانه الاسعار جدا جدا غاليه في دواء حتى عم يحاول يخلي الماده اللزجه المخاطيه اسلس عند الاطفال فبتصير طرحها اسهل. كمان عنايات بنمو الطفل هلا مشاكل لنقول بنكرياس والسكري لانه هو بيأهل لسكري وسكري نمط مختلف عن كل السكري بتعرفيه بالدنيا كلها بعضه سكري مختص بهذا المرض مختص بهذا المرض. تصوري انت انه حتى الحميه بيستفيدوا عليها يعني هول المرضى بنحطهم على معالجه مختلطه يعني بيعطوهم انسولين وادويه السكر الفمويه ممكن تضطري تعطيها وما بتحمي لانه الحميه ما بتفيدهم يعني هو سكري خاص بالداء الكيسي اللي فيه عرفتي حتى مثلا انك التهاب بنكرياس متكرر له طرق علاجيه خاصه بنمشي عليها فطالما انت عم تقدمي له هالعنايات الطبيه كلها اكيد عم تحافظي على حياته وعم تعطيه نتيجه منيحه. بالقديم كله ما كان موجود الحياه اصلا ما كان في دراسات اللي عم تصير هلا موجوده. طب دكتور هل الاعراض ممكن تختلف مع التقدم بالعمر؟ طبعا اكيد بالاعمار الصغيره الانتانات التنفسيه اشع اكيد الطفل بس يكون عنده قدره انه يقشع انه يساعدنا بالمعالجات الفيزيائيه بتكون حياته اسهل. موضوع التغذيه بالاعمار الكبيره كثير اسهل التحكم فيه بالاعمار الصغيره. هلا في علامات عند الكبار ما بتشوفيها عند الاطفال مثلا العقم طبعا احنا عند الاطفال الذكور العقم شائع جدا بس هذا العقم مو عقم نهائي انه خلص ما بيجيب اولاد هذا بيكون عنده في شيء اسمه الاسهر بيكون مسكر عندهم هالاولاد هذا بنقول لنقول السائل المنوي على الحويص المنوي فهذا نحن بيكون مسكر منه موجود ففينا نحن نعمل طفل انبوب اذا بده يجيبوا اطفال بس هو عقم اكيد حتى بيشكوا بالعقم فيه قلت لك التهاب بنكرياس المتكرر السكري طبعا ما بنشوفه عند الاطفال السكري السكري المترافق بالساسك فيبروزس بنشوفه عند اعمار الكبيره مو عند الاطفال فاكيد علامات الكبار تختلف عن علامات الصغار. هلا الشيء المهم نحن بالنسبه لنا انه متى ما تجاوزتي عمر السنه هي المرحله الاكثر حرجا فبصفي حياتهم اسهل تماما. اكيد بدنا نتمنى السلامه للجميع وخاصه الاطفال نتمنى من الاهل كمان ينتبهوا لموضوع الفحوصات قبل الزواج او الاهتمام بالحاله الجنينيه للطفل للوقايه من حالات ممكن تكون للاسف يعني غير قابله للعلاج. تمام انا بس بوصي شغله انه نحن اذا في عندنا قصص عائليه نحاول يعني نتجنب هالزواج الأقارب يعني هذا شيء كثير مهم عم نشوفه مو بس بالسيستيك فيبروزيس في عندك المنجليد تلاسيميا كله هذا بندور عليه ما لنا خسرانين شيء يعني معلش هلا اذا في ظرف طبي قاهر ما لك بتضطر حرام يعني لانه تكاليف ماديه وعبء على الدوله وعلى الاهالي وعبء على المجتمع كله على بعضه. اكيد صحيح دكتور ان شاء الله يا رب بالسلامه للجميع. شكرا كثير على المعلومات والنصائح اللي قدمت لنا اياها لليوم. شكرا لكم. لهون متابعينا وصلنا لنهاية حلقتنا معكم، إن شاء الله يا رب تكونوا استفدتوا منا وقدرنا نقدم لكم الفائدة والمتعة بنفس الوقت، وكانت الإجابة على سؤالنا الماضي بين البحر والجبل، أغلب العالم طبعاً اختارت البحر كونه لسه الدنيا صيف رؤى. أكيد شام لكن بالمقابل في ناس فضلت الجبل بنسبة أقل. أما الحلقة القادمة فنحن ناطرين إجاباتكم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال متابعتنا على فيسبوك إنستغرام يوتيوب وعلى الويب سايت الخاص بالعالم سوريا. وسؤال الحلقة القادمة بيقول شو بتفضل الألوان الداكنة أم الألوان الزاهية؟ بانتظار إجاباتكم وللحلقة القادمة تبقوا بألف خير إلى اللقاء.